نهني عبادتنا وأهنئكم بركة شعبان وقدوم شهر رمضان المبارك تعت العطاء والمحرومات من قائد المسجد الذي ترعاه الهوية وصندوق الزواج لهو دلالة على التعاون بينه وبين القطاعات المختلفة في مجتمعنا الإمارات وزملاء أعضاء مجلس الإدارة الذي على دولة الإمارات الأفراح السلام. الصادم معي السعادة الحضور الحمد لله الحمد لله تعالى القادر عليكم وأن يجعل زواجكم ميمونا وأن يصح بسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. في مقدمتها مسألة الزواج وتكوين أسرة متماسكة وتكوين أسرة متماسكة تميت آل نهيان الشيخ الزاهد زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة وبمتابعة الفريق. راعي الحق نحن نمضي نحو عتبات حياتنا الذي أدرك بحسه النبوي العميق أهمية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حمله سموه على مواصلة النماء والعطاء في ركوع دوره ويتطلب نهجا صريحا صافا على أمور العقل في دعم مسيرة الأعراس الجماعية. راد الشل الإمارات هذا تراث الشل الإمارات في قلوبنا ليش حب مزروع هذا تراث الشل الإمارات بين الدول الشان مرفوع بين الدول الشان مرفوع بين يا مرحبا بالناس الاكرام يا مرحبا بالناس الاكرام يا مرحبا بالناس الاكرام.